اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نبداو مع حلويات العيد. اليوم غادي نشارك معكم الحلوى معمره بالتمر. اولا تودوس اسبيرو كيستيس بيان بارابير لا ريسيتا دي هوي كي سون باستاس ريناس دي تاتيليس اي سيسامو. 250 غرام من الزبده، 80 غرام سكر كلاص، 100 مليلتر من الزيت النباتيه، زوج معالق من لافاني، 4 ديال المعالق ديال ما زهر، 250 غرام دي مانتيكيا، 4 كوتشارات غرانديس دي اغوا دي اسهار فاينيا، اون صبري دي فاينيا و 2 كوتشارات دي سينسيا دي فاينيا، 80 غرام دي سكر غلاس، 100 مليلتر دي اسيتي دي خيراسول. ان لا ماسا دي داتيليس بونيموس 80 غرام دي سيسامو، 3 كوتشارات غرانديس دي اغوا دي اسهار، اي هنا كوتشارة غراندي دي كانيلا. في عجينة التمر درت هنايا 80 غرام من زنجلان، 3 معالق كبار من ماء الزهر، ومعلقة كبيرة من القرفة. نخلطو هنايا الزبدة مع العناصر اللي ذكرتها لكم من قبل، ميسكلا موس لا مانتيكيا كون لوس انغريدينتس كي موس ايموسيونا وانتس الويغو انيادي موس لارينا. من بعد غادي نبقاو نضيفو الفرينة شوية بشوية. لهاد العجينة ضفت واحد شوية ديال الخمارة ديال الحلوى، يعني هادي دون بوكيتين دي ليبادورا كيميكا. نضيفو الفرينة شوية بشوية، العجينة خاصها تكون لينة. هنا الفرينة انا ما درتهاش بالعبار على حساب الخليط. اني هادي موسلارينا بوكو بوكو اني الميزمو تيمبو دي لا ماسا دي داتيليس فورماموس استاس بوريتاس بارا ريينار لا ماسا. في نفس الوقت نديرو هنايا هاد الكويرات ديال التمر، هذا هو السمك نتاع العجينه، خاصها تكون هكا لينه. لا ماسا تيني كيستاراتي ميرا يا ورا. باساموس ا فورمار نوستراس باستا سرينando لا ماسا كون لا بوليتا دي داتيليس، ونمر لمرحله التزيين. ان ناخذ واحد القليل من العجين ونعمره بالتمر، وبالنقاش ندير له الفورمه اللي بغيتها. نديرو في الفران بعد ما سخنتو. يا ورا البونيموس ان لورنو بريكالينتاو. يا من بعد ما طابت الحلوى، هذا هو اللون اللي خاصها تاخذو، ما خاصش تكون حمراء بزاف، غير تاخذ شويه ديال اللون. غادي نفندها في السكر كلاص. كوانتو ستين لاس باستاس يا ايتشاس لسباسو ان سوكر كلاص. نتمنى تكون حلوة اليوم نالت الإعجاب ديالكم. خليتكم في أمان الله، مع السلامة. espero que os haya gustado. adiós y hasta la próxima receta.